غزة رمز العزة أنا غزة رمز العزة أنا اللي مات وأنا اللي عزة الله حق الله عدل واللي معاه ربي دي ما منصور وانت جيتي تاخد داري وجبتي معاك شهود الصور هادي بلادي هادي أرضي وتاريخي فيها محفور وانا غزة رمز العزة وانا غزة رمز العزة أنا اللي مات وأنا اللي عزة الله حق الله عدل واللي معاه ربي دي ما مصور وعيات متاع الحرية وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا إذلال وإكبار لكم جميعا على حضوركم وتضامنكم أهل سوس العالمة مع غزة الأبية فتحية إكبار وتحية إجلال وتحية تقدير لكم جميعا على تضامنكم وعلى مؤازرتكم لهذه القضية العادلة وتحية كذلك للمنابر الحاضرة معنا لتغطية هذه الوقفة المباركة أيها الحضور الكريم نقف اليوم في هذا الشكل النضالي الذي تنظمه المبادرة الوطنية أو المبادرة المغربية للدعم والنصرة بأكادير الكبير تضامنا مع إخواننا في غزة غزة الأبية غزة الصمود غزة النضال على مساندتهم ومساندتهم فيما يتعرضون له من تقتيل وتشريد وإرهاب على يد الآلة الصهيونية الأمريكية نقف اليوم والعدو الصهيوني يمعن ونسطر بخط بارز على يمعن في أشكاله الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الأبي نقف اليوم والأبرياء في غزة يتعرضون لأبشع أنواع الإرهاب وأنتم تشاهدون ذلك يوميا ولا يجب أن نمل من المشاهدة الذي يمل من المشاهدة الحقيقة هو يريد أن ينسى القضية لا يجب أن نمل من مشاهدة أنواع الإجرام والتقتيل لها إخواننا في غزة الأبية من قصف ومن دمار ومن إبادة وآخرها القصف الذي تعرضت له مدرسة التابعين في غزة الأبية وغزة الصمود وقبلها كذلك الاغتيال الجبان الذي تعرض له القائد المجاهد أبو العبد إسماعيل هنية مقابل ذلك لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
الله أو الشاهد حبيب الله الشاهد حبيب الله أو الشاهد حبيب الله الشاهد حبيب الله وتحية إسلامية وتحية إسلامية وتحية مغربية وتحية مغربية وتحية سوسية وتحية سوسية وتحية قديرية وتحية قديرية الغزة الأبية فلسطين الأبية فلسطين الأبية وهذا عيب هذا عار هذا عيب هذا عار وهذا عيب هذا عار هذا عيب هذا عار الصهيوني مستشار الصهيوني مستشار الصهيوني مستشار الصهيوني مستشار ولا تراجع للاستسلام ولا تراجع للاستسلام مقاومة إلى الأمام مقاومة إلى الأمام مقاومة إلى الأمام مقاومة إلى الأمام ويا عدو يا صهيون يا عدو يا صهيون ويا عدو يا صهيون يا عدو يا صهيون وشعب المغرب لن يخون شعب المغرب لن يخون وشعب المغرب لن يخون شعب المغرب لن يخون ويا صهيون يا غد ويا صهيون يا غدار ويا صهيون يا غدار يا صهيون يا غدار ومصيرك هو الدمار مصيرك هو الدمار ومصيرك هو الدمار مصيرك هو الدمار وشعب الأقصى سير سير شعب الأقصى سير سير وشعب الأقصى سير سير شعب الأقصى سير سير ومعكرون يا كذاب ومعكرون يا كذاب وصامدون صامدون 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 ستقدم أمامكم مجموعة صوت فلسطين فليتفضلوا مشكورين تحت تصفيقاتكم طبعا. إذن أجدد التحية بالجمهور الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأوى حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. من أجل هؤلاء ننأى بأنفسنا، نهرب من مربع المتخاذلين، نحاول بكل ما أوتينا من جهد أن نشتغل من أجل إيصال صوتهم لكل العالم. باسمكم أرحب بمجموعة صوت فلسطين وأعلن بداية اللوحة التعبيرية.
الوطنية وإحالة قلوبنا. وقد دار السلام دوته وبلغ الكتاب أجله وصرنا على أبوابها. لا الذي بعد محمدا بالحق للناس بعد الآن حتى ندخلها مكبرين تائبين عابدين لربنا حامدين أو نموت دونها. تستسلم. احصل على افضل الشروط مع الايطاليين. طريق الامان للخروج. الامان لاين؟ الى مصر. الى مصر لاختبئ. يا صاحبي انهم حكومة هذا البلد. لا يأخذون الارض في النهار وبعون الله نستردها نحن في الليل. انت وحيد قطعت بك السبل عن بقية البلد وعزلت عن بقية العالم. في عصبة الامم أحد يهتم. هذه المعركة لا نحاربها في عصبة الأمم. هذه المعركة نحاربها هنا على هذه الأرض. أن تقوى على هذه الحرب دمك إزاء فولاذهم. كل امرئ يومان يومه ويوم أولاده. أولادك ضحايا الجوع في معسكرات الاعتقال يموتون لأنك تصر على القتال. نعم إنهم رغائن هذه الحرب. أكل لا أحد منهم يخون أو يطالبني بالاستسلام لأنهم يعرفون أن استسلامي خيانة لهم. فما كانت هذه آخر فرصة لك لتطلب السلام الشريف. يسرقون أرضنا يدمرون بيوتنا يقتلون الأبرياء وتسمي ذلك بالسلام. كم يوما ستحتاج لتركيب استسلام رجالنا؟ نحن لن نستسلم. ننتصر أو نموت ولا تظن لها نهاية. طفلة جريحة تسأل عمو بدي أسألك شغلي هذا حلم ولا بجد؟ وعجزت بشرية كاملة عن الإجابة. عمو تسألك شغلة. احكي خاطش. يلا عمو هذا حلم ولا بجد؟ خفيش يا عمو. انت بخير يا عمو. طبعا انت بخير يا عمو بس قلي هذا حلم ولا حقيقة صار لي بابا. ما فيش عادي. قالوا الرسول وقولوا يا رسول الله قمتك هلا شعب غزة يا رسول الله
المسلمين خذلونا يا رسول الله، قولوا له ياسين، قولوا للرسول صلى الله عليه وسلم ياسين، بل مو ياسين، بل مو ياسين، قولوا له يا رسول الله، قولوا بحلتنا بغزة يا رسول الله، خذلونا يا رسول الله، أشلاء قطعونا والأمة تتفرج علينا يا رسول الله. بدي احكي لك صحي صحي حبيبي، حسيت انا انت بس حبيب ما حبيب قلبي، حبيب قلبي بنتي، بنتي ساكنه عندي، احنا ساكنين كلنا ببيت واحد، ادي كل يوم حياتي، حياتي وروحي وعشقي، كل لحظة كل لحظة بكل حبي، كل لحظة هي طارق، طارق مات معها، كان نفسي صور طارق معي، طارق وريم، بس ريم يعني أقرب إلي، مدة ثلاث تاريخ ميلادي، بنعملها عيد ميلاد، كل يوم تقول لي قبل تموت تقول لي اسمها يؤي عندها، يؤي، مذاكر الموز، مذاكر البطيخ. في سبيل الله ما لك اي شيء، بكره بيحدث من ايده بخلي الشكل.